بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. في صفة الصفوة نحن نقرأ عون ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، وكنا قرأنا قولا لعبد الله أو عون لعون ابن عبد الله يقول: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث، ويلقى بها بعضهم بعضا: من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. وكنا قد أسحبنا الشرح في هذه الكلمات الثلاث. الآن قال عون ابن عبد الله: قلب التائب بمنزلة الزجاجة يؤثر فيها جميع ما أصابها، فالموعظة إلى قلوبهم سريعة، وهم إلى الرقة أقرب، فداووا القلوب بالتوبة، فلرب تائب دعته توبته إلى الجنة حتى أوفدته عليها. وجالس التوابين فإن رحمة الله إلى التوابين أقرب. ابن قيم الجوزية له كتاب قيم جدا اسمه مدارج السالكين، بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. يقول في الكتاب: يعني الإنسان السالك إلى الله يترقى من درجة لدرجة 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 لدرجة. أول درجة لدخولك على الله وابتدائك دربك مع الله اسمها التوبة. التوبة يعني هي مؤشر بأنك ستغير طريقك، كنت متجه نحو اليمين أو نحو اليسار، الآن ستتجه باتجاه الصراط المستقيم. لذلك التوبة إعلان بأنك أنت تقول لربك: يا رب، أنا سأغير جهة ممشاي الماضي وسأنطلق إليك بدءا من الآن، وهذه هي لحظة الصفر. فالتوبة قرار في داخلك أنك تريد أن تقبل على ربك بعد إذ كنت مدبرا عليه. بهذه اللحظة التي تقول فيها لربك بقلبك إنك تريده وقررت أن تمشي إليه، نفس اللحظة، لحظة إذا صح يعني الكلام، لحظة التعيين، تعيينك في درب الله، تنال فيها أول دفعة من عطاء الله، ببلش المعاش يمشي هلأ، لأنك قررت أن تمشي إليه. بتلك اللحظة بيعطيك الدفعة الأولى. ما هي الدفعة الأولى؟ قال: رقة في القلب، قلب التائب بمنزلة الزجاجة يؤثر فيها جميع ما أصابها، فالموعظة إلى قلوبهم سريعة، وهم إلى الرقة أقرب. قلبه هيك رقيق، ملتفت إلى ربه، ينتظر أي كلمة، أي نفحة، أي مساعدة حتى تأخذه في هذا الطريق. لذلك تجد قلبه يعني متجها بكليته إلى ربه. من أجل هذا الله يعطيه رقة في القلب. فعون يقول: فداووا القلوب بالتوبة. الآن حال التوبة لا ينفك عن السائر لدرب الله عز وجل، يعني هو أول مقام اسمه التوبة، وهو ماشي يترقى في مقاماته من الإنابة والحب والإحسان والشكر، هذه كلها مراتب، مدارج تكلم عنها ابن قيم الجوزية. وهو ماشي في هذه المدارج حال التوبة يرافقه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، في رواية 100 مرة. طيب أنت يا رسول الله تتوب إلى الله من إيش؟ تستغفر الله من إيش؟ حال التوبة لا ينفك عن السالك. هلأ آخر درجة يصلها، آخر
يعني رتبة ابن قيم يسميها استئناف التوبة، يعني أول الطريق توبة وأوسطه توبة وآخره استئناف التوبة. لذلك شو آخر سورة نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ آخر سورة يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصل في الترقي إلى حده، ترقي البشري، ما هي آخر سورة؟ إذا جاء نصر الله والفتح. وهلأ الحقيقة حتى الدعوة الإسلامية وصلت إلى أوجها، جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كانوا أفرادا، أبو بكر وشوشة دعاه، خديجة بينه وبينها دعاه، علي بينه وبينه دعاه، دار الأرقام بالسر، بعدين هلأ رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، شو بتعمل؟ فسبح بحمد ربك واستغفره. يا إخوانا احنا بعد ما نخلص الصلاة ونصلي، شو ما هو الذكر المشروع؟ بس تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما هو؟ استغفر الله. ليش شو كنت عم تساوي؟ ما كنت عم تصلي أنت، شو كنت عم تعصي الله عز وجل؟ استئناف التوبة آخر مقام يصله السالك إلى الله. شو معنات استئناف التوبة؟ لأنه يرى لما بيترقى في الفهم عن الله والتلقي عن الله يعلم كم هي عظمة الله عز وجل وكم هو ضعفه وفقره وقلته، فيجد عمله على حسنه لا يليق أن يرفع إلى رب العالمين، فيقول استغفر الله، يا رب أنا استغفرك، هذا عملي، من أنا حتى يرفع عملي إليك، كائنا ما كان العمل، فهو يستأنف التوبة. فبداية الطريق توبة ونهاية الطريق استئناف توبة وبينهما ملازمة للتوبة. هذا الحال يا أخوان وهذا المقام وهذه الدرجة تجعل القلب رقيقا. نحن الخطبة في علو الهمة، في تحمل المسؤولية، مناسب جدا إذا أنت لم تكن في هذا المستوى الآن أن تتوب إلى الله عما مضى وتقول له لرب العالمين أنا الآن أريد أن أقبل عليك وأقبل بهمة، خذ الكتاب بقوة. الله عز وجل قال له لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، مو شغلة خفيفة، يا شباب الإسلام يريدكم بس يريدكم بهمم عاليات، ما بيريد واحد نعسان ولا بيريد واحد تعبان ولا بيريد واحد شو يعني هيك فارط ولا بيريد واحد مستسلم، بيريد واحد يقتحم التيار من أجل أن يثبت قوة هذا الدين. ما تخافوا، الأزمات تزيد المؤمن عطاء وتزيد المؤمن قربا من الله وتزيد المؤمن بركة وتزيد المؤمن صحة وتزيد المؤمن عافية وتزيد المؤمن ترقيا. ما تخاف أنت عبد الله عز وجل، كنت في عسر أو كنت في يسر، كنت في شدة أو كنت في بحبوحة، كنت في قلة أو كنت في كثرة، أنت في ترقي، الله يرقيك، بس أنت خليك إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، خليك مقبل على الله عز وجل وابذل كل ما تستطيع والله يعينك، ولا ترضى للشيطان أن يوسوس لك أنه ما بتقدر، صعب، يعني بيصير، يعني ما بيصير. واحد من الإخوة يا أيها الإخوة عرفني على شاب لا يعرف أن ينطق العربية أبدا، يا رجل يحفظ القرآن الكريم كما تحفظ أنت سورة الفاتحة، ما بيعرف يقول ولا كلمة باللغة العربية. واحد من الإخوة قال لي بأن أمه أمية ما بتعرف تقرأ ولا حرف، حرف البي ألف ما بتعرف، لا الألف ولا البي، بس أصابتها جذبة حرقة على عدم معرفتها قراءة القرآن الكريم، صارت تبكي وقررت أم، يعني الرجل الذي يكلمني عمره 30 سنة، معناته أمه عمره شي 60-70 سنة، قال لي أمي بقيت تتدخل على الله وتفتح القرآن، تفتحه تلتحق بالسيدات والآنسات اللواتي يقرأن أمامها القرآن، قال لي الآن أمي تقرأ القرآن كاملا من أوله إلى آخره، أبدا
قال لي بتقرا ابدا؟ بتفتح للصفحه بتقرا. قال لي هلا سكر المصحف، الا هون شو مكتوب؟ ما بتعرف، فاستعرف هون. في همه يا رجل. نحن انهينا ايها الاخوه من ايام قليلات دوره في فقه المعاملات الماليه. والله شيء عجيب، الدوره يا اخوان من العصر الى المغرب 14 جلسه. في واحده من السيدات الحاضرات عمرها اكثر من 70 سنه. نزلت 14 حضور وعملت فحص. شو بدها تعمل هي بالفحص؟ شو بدها بالصح والخطأ والكذا؟ أبدا. يوجد إخوة رجال فوق 60 سنة. كم عمرك سيدنا؟ 75 سنة؟ الله يجزيك الخير. الأخ كان حاضر 75 سنة، 14 جلسة ما تغيب، مع صعوبة حضوره ومع صعوبة حتى أن يصل صوتي إليه، يقترب من المذاع ويقترب مني، ومع صعوبة كتابته حضر 75 سنة. في شباب كانوا 14 جلسة متمطرقين ببيوتهم عم يطلعوا بالواتس أب شو في جديد جاينا، أو عم يتغدى قاعد عم يأكل وكاسة شاي أخضر بعدها. أوه بس شو كاسة شاي يا أستاذ؟ اشتهيتك فيها. إيه لا تشتهيني بكاسة الشاي يا شباب. يعني تب إلى الله من 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 وهن يريد الشيطان أن يعني يلصقه فيك. أنت بإذن الله قادر، وأنت بإذن الله قوي، والله يعينك، ونحن كمان في خدمتك. بس أنت امشي امشي سريعا، أقبل على الله، أقبل بالعلم وأقبل بالعمل وأقبل بحضور مجالس العلم، أقبل بحضور مجالس الذكر، حتى تبقي لنفسك اسما بكرة بعد ما تموت بألف سنة ينكتب في كتاب طبعة جديدة لصفة الصفوة، يطلع اسمك في هذا الكتاب، ويجي ناس بعد ألف سنة يفتحوا هيك يقرأوا اسمك ويقرأوا شيئا عن أعمالك. التوبة هي تجعل لك بداية جديدة مع الله عز وجل، وتجعلك مقبلا على الله عز وجل. فعون يقول قلب التائب يعطيه الله عز وجل هذه الرقة. هلأ عون عم يحكي شغلة عجيبة مرقت عليكم، بس هي فيها لفتة. بيقول وجالس التوابين. هلأ هو عم يحكي دعون من الأولياء، وعم يحكي مع الأولياء. هو شو بيقول لهم؟ جالس التوابين، فإن رحمة الله إلى التوابين أقرب. لذلك قد ما بتقدروا يا أخوان، والله أنا أرجوكم أرجوكم رجاء، وأتمنى عليكم إذا حضرتم في درس، في خطبة، إذا حضرتم في درس التنين، لا تجي لحالك، جيب معك صاحب، جيب معك صديق، جيب معك أخ. هلأ أنت ترى هذا الصاحب والأخ، أخي هذا بعيد عن الله، أرجوك جيبه. والله والله بجوز بهذا الداخل يجي يرق قلبه، هذا قلبه أرق من قلبي ومن قلبك، ببركته الله يفيض علينا كلياتنا. فجيبه معك. جالس التوابين، لعله يتوب إلى الله في هذا المجلس. جالس التوابين، فإن رحمة الله إلى التوابين أقرب. فنحن إلنا حاجة بأن نشد أناسا بعيدين عن الله إلى درب الله، نحن نستفيد، يعطينا الله عطايا إن شاء الله ببركتهم. آخر شيء، وعن أبي معشر قال رأيت عون بن عبد الله في مجلس أبي حازم يبكي ويمسح وجهه بدموعه، فقيل له لما تمسح وجهك بدموعك أو وجهك بدموعك؟ قال بلغني أنه لا تصيب دموع الإنسان مكانا من جسده إلا حرم الله عز وجل ذلك المكان على النار. قال المؤلف أدرك عون بن عبد الله جماعة من الصحابة، وسمع من ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وجمهور روايته عن أبيه، أو عفوا سمع من ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وجمهور، يعني جمهور من الصحابة، وكثير من روايته عن أبيه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا صدق الهمة في الإقبال عليك، وارزقنا توبة صادقة بين يديك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.